ازيك عاملة ايه؟ صرفتي كام في دبي يا منكوسة؟ مش هتصدقي 3000 دولار بس؟ جبت حاجات كيوت وكان نفسي فيها. اه ايه المبلغ كبير ولا ايه؟ البيت دي هبلة ولا ايه؟ مشتريات دبي يا جماعة، مش لاقية غير سلة العيش احطهم فيها، وطبعا نص المبلغ راح على ايه؟ يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. اشتريته وجربه يا جماعة، اللي عارفني عارف ان انا بموت في الموبايلات وعليه كلام كتير قوي، انا كنت خلاص عايزه اغير الموبايل بتاعي ف دفعت ولفيت كم لفه على اللون بجد، يعني اللون الابيض خلصان تماما. وكمان اخدت معاه الايربودز برو 2 نفس المدخل تايب سي عشان كمان يكون السيستم كامل يعني. فده طبعا هعمل لكم فيديو لوحده ازاي انتقلت من الاندرويد للاي او اس وتجربتي معاهم، فدول هنخليهم في فيديو لوحدهم. يعني انا دفعت المبلغ ده كله مش هعمل فيديو لوحده، لا. يعني اول حاجه قبل ما نبدا الفيديو قولوا ايه رايكم في النضاره الجديده، عشان جبت نظارة نظر جديدة، نظري اتغير قل اكتر، بس انا حاسة ان دي شكلها احلى عليا، فقولوا لي رأيكم. وكمان كل الحاجات دي انا وريتها لكم على التيك توك وانا لسه في دبي، صورت لكم فيديو سريع بس ما فتحتهمش، بس النهاردة هفتحهم واوريهم لكم حاجة حاجة. ويلا بينا نبدأ الفيديو. قبل ما نبدأ اوعوا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وتسيبوا كومنت، وبس كفاية. اول حاجة اوريكم الحاجات اللي اختي نسمة جابتها لي في محل هي عارفاه بس انا مش عارفاه، اسمه دي تو دي تقريبا او حاجة كده، جابت لي منه المجدة. بصوا عليه كاميرا مكتوب عليه سمايل. صراحة هي ما جابتهوليش، هو انا طمعت فيه لما لقيتها اشتريته فهي اديتهوني. ومن نفس المحل كمان جابت لي اللوف دي، شكلها كيوت قوي، بصوا عاملة ازاي، شكلها كيوت قوي، عجبتني قوي. وهي بقى جابت لنفسها حاجات من باث اند بادي. انا ما قدرتش اجيب لان انا لما نزلت الفيديو قبل كده عن الحاجات بتاعت باث اند بادي في ناس كتير قالت لي ان هو مقاطعه، في ناس قالت لي مقاطعه، ناس مش مقاطعه، ناس قعدت تبعت لي حاجات غريبة مش عارفة، فناس اتخانقت مع بعض، ناس قالت مقاطعة مش مقاطعة، فأنا ما رضيتش أشتري. بس هي اشترت حاجات كان في أوفر جامد جدا، كانت الحاجة تقريبا ب 35 وب 30 وب 25 بالدرهم يعني، فهي اشترت التلاتة دول واشترت واحدة صغيرة لنفسها. وأكتر واحدة حلوة هي دي الخضرة، هي دي أكتر واحدة عجبتني، بص حتى شكلها حلو الصراحة. بس أنا ما اشتريتش حاجة لنفسي، هي اللي اشترت لنفسها، وهي قالت لي إن هي سمعت على النت إن هما أصلا مش من ضمن المقاطعه. فقولوا لنا برده يعني، قولوا لنا في الكومنتس لو باث اند بادي من المقاطعه ولا لا. هي بقى اشترت حاجات كيوت قوي من ميني سو. انا تبضعت في ميني سو. ميني سو يا جماعه رخيص جدا 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 جدا، ازاي رخيص كده؟ الحاجه بخمسة درهم بعشرة درهم، يعني اغلى حاجه مثلا جبتها النضارات، يعني ما جبتش حاجه اغلى من كده. بصوا هي جابت طقم المعالق ده، في تشوب ستيكس وفي معلقه وشوكه وفي كفر ليهم، صراحه شكله كيوت جدا. وانا زعلت ان انا ما جبتش لنفسي واحد، بس ان شاء الله المره الجايه لما اروح دبي هجيب واحد. وكمان جابت لنفسها الديسبنسر الصغير ده، بصوا الكياته، تخيلوا هي جايباه علشان تحط فيه الميسلر ووتر، يعني دي بتتفك كده، انا بس مش عايزه يقعد، دي بتتفك كده وبتتملي هنا مثلا، هي بتتملي ميه مفروض يعني لعبه للاطفال، بس هي قالت لي ان هي عايزه تملاها الميك اب ريموفر او ميسلر ووتر وتحطها من هنا وبتدوسه من هنا كده، مش عارفه الصراحه بتدوسه ازاي، او بتدوسه كده وبينزل في القطن مفروض او في الكوبايه دي لو هي ميه. بس صراحه كيوت قوي، شكله كيوت قوي، يعني لو كنت شفته كنت اشتريت لنفسي واحد كمان. يا جماعه بحس ان انتوا ما بتشوفوش الجانب التافه مني في التشانل هنا. انا كمان الصراحه هاخد واحده لنفسي، يعني ما عارفه ان هي مش هتمانع، يا رب ما تشوف الفيديو. خلاص احنا احتلينا اللون ده لان هي اصلا بتكره اللون ده. وكمان جابت البروش دي اللي هي بنغسل بيها فروه شعرنا او بنعمل مساج لو احنا حاطين زيت، والكواليتي بتاعتها حلوه جدا، وفاكره ان هي كانت رخيصه جدا، تقريبا كانت بخمسة درهم او حاجه، ومش خشنه يعني بتروح وتيجي كده، فحلوه جدا حبيتها. بصوا بقى الحاجات اللي انا اشتريتها لنفسي من ميني سو. اول حاجه اشتريت دي، عايزه بس افكها، بتهيألي هحتاج مقص، حاسه ان النور كده احسن. دي كانت بخمسة درهم وكان في اشكال كتير منها، ومكتوب عليها كمان ان هي هاند ميد. بس اشيل الحاجات دي الاول عشان اعرف البسها. شكلها هي طبعا مفروض اكون سايبه شعري، بس هي شكلها كيوت قوي، حبيتها قوي، ستان كده. فبجد يا جماعه اي حد رايح دبي لازم يروح ميني سو اللي في دبي مول، تحفه. كمان اشتريت النوتس دي، طبعا عارفين ان انا بموت بموت في النوت بوك، فاشتريت الثلاثه دول، تعالوا نفتحهم سوا. صراحه كان سعرهم حلو قوي قوي. دي اول واحده جواها
الورق عادي. دي تاني واحدة بتكون صغيرة قوي، دي بقى بكتب فيها الفيديوهات، الحاجات اللي انا عايزة افتكرها لو جالي فكرة فيديو او حاجة. بصوا بتكون برضو من جوه ورق عادي. والصغيرة الكيوت دي بقى باخدها معايا في الشنطة لو انا مسافرة وانا عايزة اكتب حاجة وانا برا. بصوا الورق بتاعها من جوه يعني كيوت بشكل مش طبيعي. كان في واحدة كمان بتاعت باربي بس مش عارفة ليه ما اشتريتهاش، تقريبا نسيت اخدها على الكاشير. ومش عارفة ليه يا جماعة بقيت بحب اللون البينك قوي، يعني بقيت بشتري كل حاجات بينك وروز، مش عارفة بقيت طاقتي انثوية قوي. طبعا لسه بدري على مشتريات ميني سو، اشتريت حاجات كتير من ميني سو، الحاجات كانت كيوت. اخدت ده كمان، ده سبراي للبشرة بالخيار، خلينا نفتحه. ده مفروض ان هو بيرطب وينعش البشرة، فخلينا بقى نجربه. ريحته خيار قوي. ده ليب ماسك بالعسل. بصوا الكاتة، انا بس مستنية الكاميرا تعمل فوكس. بصوا اصلا الابليكيتر بتاعته عاملة ازاي، وانا بحب الحاجات دي قوي. بصوا الكاتة كأنه عسل، وريحته عسل جدا، ريحته كانه برطمان عسل. خليني اجرب احطه على شفايفي. اه هو تقيل قوي فمتهيألي ان انا حطيت كتير. يا جماعه ملمسه وشكله كانه عسل. بيرطب قوي والله، بيرطب قوي وطعمه حلو قوي. ايه ده انا هاكله، ايه ده. وكمان من ميني سو اخدت الكريم بتاع الايد ده، عايزه اشم ريحته. انا اخترت بالفراوله، كان في حاجات كتير. عايزه اقول لكم ان ده كان باربعة ونص تقريبا درهم. ريحته تحفة، ريحته فراولة فراولة يعني، وحلو والله، مش بيلزق يعني، حاسة ان هو مش ملزق ايدي يعني، رطب ايدي وايدي اتشربته بسرعة. وطبعا يا جماعة مبقاش انا لو ما اخدتش شوية شيت ماسك، وفي بجد كم انواع هناك مش طبيعي، من 3 لـ5 درهم. فانا اخدت كتير، واكتر واحد عجبني شكله بتاع باربي ده. بصوا كيوت ازاي. انا اخدت ده حسيت شكله حلو، يعني انا نقيت صراحة بالاشكال بقى، يعني ما عدتش اقرا ده بتاع ايه وده بتاع ايه، اخدت بالاشكال. واخدت كمان لصحابي شوية، وكمان اخدت 2 للشفايف، واخدت الباكت دي بيبقى فيها للعين 6 جوه، ففي 6 وحدات جوه العلبة دي. وكمان اخدت واحد للايد واحد للرجل، تقريبا كل واحد كان بسبعة درهم او بخمسة درهم مش فاكرة يعني. وكمان اخدت البرفيم ده من ميني سو، بجد ريحته تحفة، وكان في 2 كمان نفس الشكل وكانت ريحتهم كمان حلوة جدا. صغنن كده، وانا بحب اصلا ازاز البرفيم الصغير. شكل الازازة من جوه، بصوا شكلها جميل ازاي، وريحتها بجد يعني انا فاكرة ان ريحتها وانا بجربها في المحل بس عايزه تهدى شويه. ريحتها جميله قوي بجد، ريحتها جميله قوي ورخيصه، يعني تحطيها في الشنطه وخلاص، ما تخافيش ان هي تتكسر، ما تخافيش ان هي تتدلق، يعني لانها مش غاليه خالص، هي تقريبا كانت ب 15 درهم. اوكي موبايلي بيرن. ومن هناك كمان جبت نظارات عندهم اسعارها تحفه، هوريكم دلوقتي واحده واحده. دي اول واحده اخترتها، حبيتها قوي عليا. بالعاده اصلا النظارات الشمس مش بتمشي عليا، بس دي حبيت شكلها. كان لونها على اسود جري كده شويه. انا عايزه اشيل منهم دول، حاسه اني اقطعهم اسهل. دي تاني واحده. وكمان جبت بقى الجرابين دول عشان النظارات. بسرعة كده وبتتقفل كده، بتبقى زي مثلث كده من الجنب. وكمان اخدت الاتنين نيل بولش دول، ودول من الماركة بتاعت ميني سو، وكمان جبت لصاحبتي منهم القطن بتاع الميك اب، بس من كولر مي اللي هي الدرجة بتاعت الدرجة اللي هي الماركة بتاعت ميني سو. وجبت بيوتي بلندر، ودول دلوقتي هنستعملهم واحنا بنحط الميك اب. الميك اب حاولت ان انا ما اشتريش على قد ما اقدر، سو انا راجعة الصراحة ما قدرتش اقاوم وجبت الفاونديشن. سليمة سليمة، جبت الفاونديشن بتاع ماك، جبت الدرجة NW22. حسيت ان دي اكتر درجة ماشية عليا. طبعا الاستوديو فيكس المشهور. وكمان جبت المجموعة دي اللي هي فيها برايمر للشفايف،
وفيها اكتر درجة روج مشهورة في ماك، وفيها كمان الماسكرا بتاعت ماك. الحاجة ده زي برايمر للشفايف كده، بيرطب الشفايف وبيخلي الروج يزبط اكتر. ودي الدرجة بتاعت ماك اللي هي فيلفت دي، صح اسمها كده، فيلفت دي او حاجة كده، اسمها فيلفت تادي. دي الماسكرا اللي انا كنت عايزة اجربها، ده الحجم الميني بتاعها. كمان انا كنت بشتريهم من السوق الحرة فادوني الدرجة دي هدية. الدرجة دي اسمها ديفايتد تو تشيلي، هي درجة احمر على اورنج شوية، ودي من الدرجات اللي هي بتكون زي باودري كده شوية. ومن ميني سوق اخدت الجلاس ده، الدرجة بتاعته لونها بينك شوية على موف، واللون واضح. هو البلاشر برضو الدرجة بتاعته بينك، دي الدرجة بتاعته، برضو هحطه معاكم دلوقتي. بس قبل ما نجرب الميك اب خليني اقول لكم ان انا اشتريت شوية حاجات من الجزء الكوري في القرية العالمية اللي في دبي، فاشتريت منهم شوية المنتجات دول. طبعا برضو اشتريت 2 شيت ماسك، لان يعني كوريا زي ما نشتريش شيت ماسك. واشتريت التونر بتاع بيوتي اوف جيسون، ده برضو كان نفسي اجربه بس انا عندي واحد فمش هفتحه دلوقتي. وطبعا اشتريت السيرم ده، مشهور جدا جدا، اللي هو الجلو سيرم ده، برضو ناس كتير قوي اتكلمت عليه فقلت اكيد هجربه. ولو انتم متابعيني هتعرفوا ان انا بموت في حاجة اسمها كوزريكس، فاشتريت الكريم المرطب بتاعهم اول مرة هجربه. وكمان اشتريت السيرم، او مش السيرم، الاويل بتاع الشعر ده. انا عندي الشامبو والكونديشنر بتاعه، بس اشتريت كمان الاويل اللي هو الروزماري اويل عشان اجربه على شعري، وده برضو مشهور قوي. بتهيألي الحاجات دي هتبقى عايزة مراجعة لوحدها. مش عارفة اذا الفيديو طول، بس خلينا كمان نجرب الميك اب بما ان هم حبه قليلين قوي. خلوني بس اروح قبل البيوتي بلندر واجي. كبرت قوي يا جماعه وبقت قطره كتير، فخلوني اول حاجه افرد الفاونديشن. اول مره اعرف ان الفاونديشن بتاع ماك بنحطه كده، يعني بندلقه تقريبا، فخلوني كده اجرب ان انا افرده على بشرتي. الدرجه بتاعته حلوه، وبعدين هاخد البيوتي بلندر بقى واحاول ادمجه. طبعا مش شايفه اي حاجه فانا محتاجه مرايه. كان الدرجه شويه غامقه عليا، او مش غامقه يعني محمره شويه، فانا هوازنها بالكنسيلر. انا بستعمل من تو فيزد. على فكره البيوتي بلندر حلوه قوي 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 قوي. اوكي، ودلوقتي خلونا نجرب الماسكارا. انا حاسه ان هي بتطول اكتر من ان هي بتكثف. انا عارفه ان هي في منها كذا اديشن، بس هي بتطول قوي الرموش. يعني انا حاسه ان شايفين ما بين الرموش ازاي عن هنا، سوادها قوي جدا جدا. دي كده الماسكرا، وخلونا بقى نجرب درجه روج من اللي احنا جايبينهم. بس الاول خلونا احط البلاشر. نجرب الدرجه بتاعت البلاشر بتاعت ميني سو. يا والله انه بيجمنتد، يعني الدرجة واضحة، رغم ان انا بصوا باخد اصلا بالبراش دي اللي هي اصلا مش بتطلع كتير. حلوة الكواليتي، حلوة رغم ان هو رخيص جدا يعني. وانا الايام دي بقيت بحب ادخل البلاشر تحت عيني كده عشان بقى بيدي لوك طبيعي. عندنا ثلاث درجات للشفايف. انا هحط الدرجة بتاعت ماك اللي انا اشتريتها. خلوني بس اشيل الاول اللي على شفايفي. الدرجة دي طبعا كل الناس بتحبها، فانا اول مرة هجربها. اوكي، درجة نود نود خالص. بيتهيالي ان دي اشهر درجة نود في التاريخ. يعني دي الدرجة بجد هي نود قوي، يعني نود قوي قوي. يعني دي مش درجتي المفضلة بس هي شكلها حلو الصراحة. وبكده نكون خلصنا تجربة المشتريات بتاعت دبي، نكون خلصنا تقريبا نص فلوسي. بس فدايا فدايا فدايا، وان شاء الله ان شاء الله انا هعمل لكم فيديوهات حلوة جدا الفترة اللي جاية. يعني انا هركز في شغلي جدا الفترة اللي جاية. عايزاكم تدعموني وتساعدوني ان احنا نوصل لل 200 الف بسرعة، عشان ان شاء الله ان شاء الله انا ناوية على المليون السنة دي. مش هتخلص السنة دي بإذن الله إلا وأنا جايبة المليون. أشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سلام.